اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده هنناقش بعض المواضيع خاصه بالشواحن الاصليه والشواحن التقليد اللي موجوده في السوق. كلامنا النهارده عن الشواحن القويه مش الفاست تشارج. الفاست تشارج عارفين ان هو بيكون ليه جهود مختلفه 5 فولت و9 فولت و12 و15 و20. النهارده كلامنا عن الشواحن العاديه ولكن ال2 امبير واعلى، مش الشاحن ال 500 ملي او الشاحن الواحد امبير، لان عارفين اغلب الهواتف او التليفونات حاليا شاشات كبيره فبتحتاج شحن اعلى من ال 2 امبير. فمعانا شاحن اصلي 5 فولت 2 امبير، ومعانا شاحن تاني ماركه مجهوله 5 فولت 2.4 من 10 امبير ماكسيموم 100 ل 240 فولت. فالمعلومه اللي حابب اوضحها النهاردة ان مش كل شاحن اصلي قوي ومش كل شاحن قوي اصلي. يعني الشاحن اللي معانا النهاردة 2 امبير، في شواحن اصلية بتكون 1.5 و1 امبير. فممكن يكون عندك شاحن اصلي ولكن 1 امبير او 2 امبير على حسب البطارية اللي هيشحنها. طيب هل ممكن نلاقي شاحن قوي وما يكونش اصلي؟ ممكن تلاقي شاحن 2 امبير او 2.5 امبير زي اللي معانا النهارده، وهنشوف قدرته هل فعلا هيخرج القدره دي ولا لا، ويكون مش اصلي. يعني الشاحن ده معروف ان هو تجاري او شعبي زي ما بيسموه في السوق، اقل من ال1 دولار. الشاحن ده تقريبا في حدود ال5 دولار، ده الاصلي. فهنشوف مع بعض هل هيخرج 2.4 من 10 امبير ولا لا، وهنشوف شكل الدايره بتاعته من جوه، لان انا ما اعرفش نوع الدايره ايه، ولكن هو المؤكد ان شاحن رخيص بتكون الدايره بتاعته دايره بسيطه ما فيهاش دوائر حمايه، ومش هتكون بالقوه اللي مسجله عليه، ولكن تعالوا مع بعض نشوف قدرته بالتحديد. هنشوف الشاحن ده وهنشوف الجهد في الأول. الجهد 5.1، نشوف الشاحن التاني. الشاحن التاني 5 بالظبط، ده الشاحن التقليد. الجهد مظبوط بالنسبة للاتنين شاحن. تعالوا مع بعض نشوف التيار وهنعمل اختبارين. هنعمل اختبار بيه مقاومة 2.2 على 5 فولت، تسحب تقريبا 2.2 امبير. فلو الجهد ما انخفضش اذا الشاحن ده اعلى من ال 2 امبير. حتى ال 4.7 او 4.6 مش هنعتبره انخفاض زيادة عن اللازم. فاحنا محتاجين ان الشاحن ما ينزلش عن ال 4.7 او 4.6 على اقصى حد. تعالوا نشوف مع بعض. الشاحن هنا نزل 4.2 او 4.3، وبالتالي اكيد الشاحن ده مش مخرج اكتر من ال 2.2 امبير. طيب تعالوا نشوف التيار اللي اتسحب. زي ما حضراتكم شايفين اعلى من ال 2 امبير ولكن الجهد انخفض، وبالتالي ده لود زيادة على الشاحن، وبالتالي نقدر نعتبر ان الشاحن مثلا 1.7 امبير او الى حد اقصى 2 امبير، مش مخرج اكتر من كده. طيب ده بالنسبة لي قدرة الشاحن الاول. اذا الجهد 5 فولت مظبوط ولكن مش مخرج ال 2 امبير، ولما سحبنا ال 2 امبير الجهد انخفض، وده جهد غير كافي لشحن التليفون، وبالتالي هنعتبره اقل من ال 2 امبير، وهو مسجل عليه 5 فولت 2.4 امبير. اذا من اهم عيوب الشواحن التقليد ان بيكون البيانات اللي عليه غير دقيقة. تعالوا نشوف مع بعض الشاحن التاني، نشوف التيار المسحوب. تقريبا نفس التيار 2 امبير او 2.1 امبير. طيب هل الجهد بينخفض بشكل كبير لا يصلح لشحن الهاتف؟ ده اللي هنشوفه مع بعض عند توصيل نفس المقاومة. ده جهد الشاحن. المفروض الشاحن لو بيخرج 2 امبير ودي قدرته الطبيعية، المفروض ما ينزلش عن 4.6 او 4.7. نقدر نقول 4.65
اذا مقبول وبيخرج 2 امبير، اذا البيانات المسجلة عليه 5 فولت 2 امبير مظبوطة. ودي من اهم مميزات الشواحن الاصلية، ان بيكون البيانات المسجلة عليها بيانات مظبوطة ومحسوبة بشكل دقيق. طيب اذا ده الشاحن الاصلي وده الشاحن التقليد، طبعا في فرق في الوزن، تعالوا نشوفهم مع بعض. رغم ان القدرة تقريبا واحدة، الاتنين بيخرجوا 2 امبير، ولكن في فرق ملحوظ في الوزن. هنشوف الاصلي 41 جرام، نشوف التاني 29 جرام، يعني فرق 12 جرام، يعني تقريبا التلت فرق في الوزن ما بين الاصلي وما بين التقليد. طيب هنشوف مع بعض نوع الدايرة. ده شكل الدايرة، وزي ما قلنا دايرة بسيطة جدا، لان الشواحن الاقتصادية دايما بتكون بسيطة وما فيهاش مكونات كتير عكس الشواحن الاصلية. طيب تعالوا مع بعض نشوف الشاحن ده مكون من ايه. اولا قطبين توصيل 220 فولت مع مسمار الفيشة، مقاومة فيوزية تعمل كفيوز، بتوصل تيار الطرف ده مع البريدج ريكتفاير. وطالما ان في بريدج ريكتفاير غالبا بيكون الشاحن ده قوي، ولكن ده لا يعني انه اصلي. وهنا في اي سي، وطبعا وجود اي سي ده شيء كويس، لان ده بيحافظ على الجهد ثابت، لان الفيدباك بتاعت الاي سي بتكون افضل من نظام الترانزستورات، والبي دبليو ام بتكون مظبوطه. هنا في دايود وسنيبر سيركت للحفاظ على الاي سي من تيار الحث العكسي للمحول، ومكثف تنعيم التيار الجهد العالي 6.8 400 فولت، وقيمة جيدة 6.8، بيبقى فيه أحيانا 2.2 و4.7 و6.8، تعتبر قيمة مناسبة جدا للشواحن دي. وهنا مكثف سيفتي كاباستور بين الجزء الحار والجزء البارد، ومكثف تغذية الاي سي، وشوتكي دايود على شكل اي سي، حاول اجيب لحضراتكم رقمه، ومكثف اوت بوت 680 مايكرو فراد 10 فولت، لان طبعا جهد الشاحن 5 فولت فمش محتاج اكتر من كده. اذا اختبار النوع ده من الشواحن هو شاحن متوسط من حيث الصناعة ومن حيث القدرة. سعره اقل من الواحد دولار، يعتبر سعره مناسب للنوع ده من الشواحن. وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة فيها معلومات جديدة بإذن الله. متنسوش تعملنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.